الناس كلها ثياب جديدة وأنا مو عارفة حتى ما أخذ للجهال ثياب عيد. أتذكر كنا قتلتك في يوم عيد، الناس كلها متلبسة متعدلة في السوق، وأني مرة علي بغصة بذكرى أليمة. ملبدة أجواء العيد في البحرين بالهموم ومثيرة للشجون، فقد غادرت حلاوة العيد مناحيها وأصبحت مناسبة لتأبين الشهداء ومواساة المعتقلين والتوثب للميادين. العيد عيد الشهيد. لا يعني ذلك أبدا أن يحرم الأطفال من بهجة العيد، ولا يمكن بطبيعة الحال أن تترك الطقوس الدينية العظيمة في العيد كالصلاة وأداء الزكاة والزيارات العائلية وغيرها، لكن الواقع يفرض نفسه، فلا تجد عائلة تجتمع لتبادل تهاني العيد إلا وهي تفتقد أسيرا أو شهيدا أو غريبا. يعني بابا هاي سنتين ويانا، الحمد لله رب العالمين، مو مشكلة، الله كريم، مو بس هو بروحه، مو بس آلاف الجميع إن شاء الله، الله يفرج عنهم إن شاء الله، الله بيفرج عنهم. الحال أقسى عند الأمهات المعتقلات وعند أولادهن خاصة صغار السن منهم. أنتم تقدرون تنامون أمكم وأنا أنا ما نقدر ننام. لا ينسى البحرانيون زيارة قبور الشهداء لتجديد العهد والوفاء مع من قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الدين والوطن وكرامة الإنسان. وفي صدور أمهات الشهداء لوعة وحزن عميق، لكنه مقترن بالصبر والصمود والشموخ. أولادنا ارتفعوا قربانا إلى الله سبحانه وتعالى، لكنهم مصيرهم مزبلة التاريخ، مزبلة التاريخ. كذلك الأمر عند أصدقاء الشهداء، خاصة الذين جمعتهم ذكريات كبيرة مع الشهداء في السجون والعذاب وفي التحرير والحرية. كنا العام يعني احتفلنا وفرحنا بالعيد، احتفلنا من الشباب، بين الشباب اللي كانوا موجودين. أنا العام كنت بين مجموعة من الأشخاص الملكوتيين، بين شهداء أحياء العام، والسنة هم في الجنان. عيد وسجون البحرين تغص بالمعتقلين من علماء وشباب وصغار ونساء، وعيد برائحة شهداء الفداء الذين يستعد البحرانيون لتأبينهم بعد أيام، فيما لا يزال أكبر مرجعية دينية في البحرين تحت الإقامة الجبرية. وضع يزيد البحرانيين إيمانا وقناعة بمواصلة الدرب للتخلص من الإرهاب والديكتاتورية الخليفية، كما تؤكد ذلك ميادين الثورة.